القناطر الخيرية محافظة الأديبية، شكوى واستغاثة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الموضوع باختصار، أنا اشتريت شقة لمراتي من أميرة فتحي محمد محمد سالم راضي من عرب أبو راضي القناطر الخيرية ب 460 ألف جنيه كاش، معايا كل الأوراق، توثيق شهر عقاري، صحة توقيع من المحكمة، إقرار بالمبلغ اللي اتدفع، عقد بيع نهائي برضه موثق من المحكمة. صرفنا عليها أكتر من 250 ألف جنيه توضيب، ما قعدتش فيها ساعة واحدة ولا فرشتها، خرجنا منها بقوة السلاح، اتسرقنا بالإكراه من محمد عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير ومراته ومن أميرة فتحي محمد محمد سالم راضي. اتسرقت بالإكراه وبقوة السلاح وبدون ذنب منهم جميعا. اتكتفت، كسروا موبايلي واخدوا الناس خلوهم يشهدوا زور ووثقوا شهادتهم في الشهر العقاري. عملت بدل المحضر 2 في مركز شرطة القناطر الخيرية، رئيس المباحث السابق أسامة مشهور طلب مني بعد الشخير وسب الدين اني بقاضي مستشار اروح ابوس ايده واصلي له ركعتين. محمد عبد السميع ابو الخير قال لي انا احق من عبد الفتاح السيسي بحكم مصر، انا قاضي، انا معايا الحصانه القضائيه. رحت للمأمور محمد غيث وبعت له رسائل على الواتس، ورحت اقول له انجدني واتصل على النجده 121 لا حياه لمن تنادي، يقولوا لي دي قاضي ومستشار ما نقدرش نهاجمه. اروح للقاضي والمستشار يقول لي ادام انت اشتكيت ورحت المركز ومشيت رسمي مالكش لا سوق ولا فلوس، وخلي عبد الفتاح السيسي يجيب لك شقتك ويدي لك فلوسك. اروح لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ، تسجيلات الصوت موجودة في وزارة العدل لأن شكي في التفتيش القضائي في وزارة العدل وفي إدارة مكافحة الشكاوي والفساد برضه في وزارة العدل، شكي في مديرية الأمن وعندهم تسجيلات، شكي في الرقابة الإدارية في مدينة نصر، في ديوان رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة شارع المرغني، منظومة الشكاوي الحكومية، ولا حياة لمن تنادي. وقال لي انا كل الاماكن دي عرفت انك انت شاكيني فيها، وانا اهو وانت اهو غيرنا كلون البيت، مش هتدخل الشقه وملكش فلوس عندنا، خلي السيسي ينفعك وخلي السيسي يديك فلوسك وخليه يجيب لك شقتك. انا قاضي، انا مستشار، انا اهم منه وانا احق منه بحكم مصر، وانا احق منه بحكم مصر، وانا احق منه بحكم مصر. قولوا لي اعمل ايه؟ رحت وزاره العدل خسفوا بيا الارض وقالوا لي احنا اسره واحده، قالوا لي احنا اسره واحده ووزاره واحده ما نقدرش نهاجمه علشان خاطرك. رحت لوزاره الداخليه مدير الامن فخر الدين العربي ومدير التحقيقات والشكاوي اشرف عبد الهادي عكاشه، قال لي انا ما اقدرش اعمل لك حاجه ومدير الامن صاحبه. هي دي مصر وهي دي بلدنا، انا ما اقدرش اعمل لك حاجه. اخد الشكوى واخد التسجيل بالمكالمات واخد شهاده الشهود اللي ادينه وقال لي انا قعدتي على المكتب دوت مش ببلاش، انت لازم تسيب نص فلوسك. ليه؟ وده حرام. قال لي هو كده مفيش حاجه ببلاش، اشرف عبد الهادي عكاشه وعضو مجلس الشيوخ واعضاء من مجلس النواب ووزاره العدل قالوا لي احنا اسره واحده. قولوا لي اروح لمين؟ انا اما بقول فخامه الرئيس السيسي لان هو رئيسنا ان شئنا او ابينا، لان هو راجل وطني، لان هو راجل بيساعد كل البشر وبيحب البشر وبيحب الحق والعدل، علشان اللي اتعمل معايا ما يتعملش مع غيري. اعتقد ان الدولة مش عويلة انها تجيب لي حقي وتقتص من الاشرار دول
وتخليهم عبرة علشان اللي اتعامل معايا ما يتعملش مع غيري. يا جماعة الخير احنا بشر مش عبيد، قوليلي اروح فين، قولولي اشتكي لمين، قولولي اعمل ايه، قولولي اعمل ايه. يا جماعة الخير حد يوصلنا بالرئيس السيسي، ارجوكم واتوسل اليكم حد يوصلنا بالرئيس السيسي. وبعد ما سمعنا صرخة وحيد وشكوته وزوجته اللي جالها انهيار عصبي، يا ترى هيفضل وحيد ولا هنقف معاه ضد اللي ظلمه وجرى عليه بسلطته؟ يا ترى مين عليه الدور لو سكتنا؟ احب اعرفكم ان سيادة المستشار المحترم فرض على وحيد اتاوة 4000 جنيه شهريا يدفعهم علشان فقط يعيش في امان في الشارع بدون مأوى. يا ريت اللي يشوفنا ويسمعنا وليس بيده حيلة على الاقل يدعمنا ويشارك الفيديو لعل صوته يوصل وحقه يرجع.